كنا نهار 14 هذا واحد المكالمة هاتفية من المجهول صرح على أنه يعني من أعوان ديال السلطة يعني المخدمين والشيوخ في داروبان وأنهم راه ما توصلوش بالرواتب ديالهم لهذا الشهر هذا نظرا لأن كاين شي مسؤول على يعني مسؤول في الخزينة كان مسافر كيدوز العطلة ديالو في خارج المغرب هذا على حساب التصريحات ديالهم. المهم احنا فتحنا واحد الحقيقة يعني غير بما سمعنا ديال المكتب وتواصلنا ولقينا فعلا ان المقدمين اللي كيواجهوا مشاكل مادية في هذا الشهر هذا حيث ان بعض الجيران ديال واحد السيد يعني ولاده يعني مقدم ما لقاش باش يشري لوليداتو الحوايج واحد اخر لقيتو انا شخصيا في يعني في التيشي اوتوماتيك في البنك الشعبي ما عندوش باش يعني جاي هو اصلا باش يقضي الغراض في الاخر ولا ما لقى حتى شي حاجه وعاود ليا على شي واحد اخر يعني في مدينه اخرى قدام راسو باش تعالج وما لقاش. المهم حنا كنعرفوا ديك الحساسيه ديال التعامل ديال الاعوان ديال السلطه من المقدمين والشيوخ مع الجمعيات الحقوقيه ومع النقابات يعني رغم هذه المساله هذه ولكن ضمننا معاهم لحقاش عرفنا ان مجموعه ديال الاسر كتعاني من واحد ضائقه ماليه سبب اختلالات او سبب استهتار احد المسؤولين وعليه درنا واحد البيان اللي ضامنا نرجع فيه مع هذه الشريحه هذه ورسلنا السيد ودعونا دعينا السيد وزير الداخليه انه يتدخل شخصيا باش يحل هذا المشكل هذا وفعلا البارح على حساب ما وصلنا ان يعني كانت مجموعه ديال التحركات وفي العشرة ديال الصباح يعني الناس توصلوا بالرواتب ديال هذا هو النبدا على المشكل في الصعاب ضامن مع شي واحد ما زيد طلب مع مؤازره ولكن هما حنا اعتبرنا هذيك المكالمه ديالهم راه يعني بالطلب تاع مؤازره وعرفنا بلي ضامننا خاصه مع الاطفال ديالهم والنساء ديالهم وال يعني العائلات ديالهم اللي خلصات ولا اللي بدات كتأدي الثمن ديال هذا الاستئثار هذا وديال هذا التجاوز وهذا الخرق هذا.